بكون شغال على اللابتوب لحد ما سخن جدا وبقى بطيء ومحتاجه يكون على سطح مستوي، بس برضو لما بيكون على سرير او كنبه بيسخن وبيبقى بطيء. فلقيت الاختراع ده وهو عباره عن حامل لابتوب تقدر ترفعه على كذا مستوى على اساس ان يكون في تهويه من تحته يعني، ولو على مكتب تكون الشاشه في ارتفاع عينك. بس اللابتوب اللي عندي قديم شويه ما فيهوش واي فاي، فده برضو جهاز من نيو جرين لما توصله حتى في الكمبيوتر عن طريق اليو اس بي بيبقى عندك واي فاي. ولو معك ماك بوك مهم يكون عندك ادابتر علشان الماك ما فيهوش غير تايب سي بس، وبرضو بيشتغل على اي جهاز فيه تايب سي وفعلا بيوفر كتير. وفي الاخر كان عندي اجهزه كتير جدا محتاج اشحنه في نفس الوقت وبسرعه، فلقيت شاحن يساوي بالضبط 20 من الشواحن ال10 واط، وصلت بيهم كل حاجه عندي وشحنه بسرعه.